تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حبر المواطن، نسلط فيها الضوء على أهم الموضوعات التي عنونتها صحافتنا المحلية. ونبدأ من العناوين. بعيدا عن التبريرات، فوهات مطرية مفتوحة حول المدينة الرياضية، الطاقة الإيجابية للحفاظ على سلامة النفس والبدن، بلا مجاملات معيشة ضنكة. مشاهدينا الكرام، نبدأ ملفات حلقتنا مع تشرين وما كتبه الصحفي هاني الحمدان في زاوية بلا مجاملات تحت عنوان معيشة ضنكة. جاء فيه: على وقع أخبار كورونا المتلاحقة والمخاوف القائمة وظهور أخبار الهزات وما سجلته الأجهزة المعنية بالرصد الزلزالي خلال الأيام الماضية، تبقى الهزات السعرية التي تضرب الأسواق تحتل الصدارة، لأنها باتت تشكل الهم الحقيقي للناس، والكل في حالة شكوى ووجع من حجم ارتفاعات سعرية ألحقت الفقر بالجيوب والنفوس. ويتابع الصحفي هاني الحمدان مقالته بالقول: عندما تسمع لكلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تحس بمستوى عال من الراحة والإطمئنان بأن عين الرقابة والمعالجة على أتم جهوزية، ولكن ما يبدد تلك الأحاسيس الفارغة قوائم أسعار حرقت كل شيء وأتت على كل ما توعد به من انخفاضات سعرية للمواد والسلع. فأسعار الأسواق في واد وتصريحات بعض الجهات المعنية في واد آخر، والمستهلك ذاك المواطن الجائع هو من يتحمل كل الضرائب وتداعيات الأزمات. ويختم الصحفي هاني الحمدان مقالته بالقول: الوضع يحتاج إلى وقفات إيجابية تضع معيشة المواطن ضمن نطاق الأولويات، والعمل على برمجة أسس محددة تخفف من حجم ضغوط معيشته قدر الإمكان، لا أن يبقى الحال على نمطية التهرب من الواجبات، ولا ضير في السرعة بمد يد العون والمساعدة مباشرة لمن فقد عمله، علّه في ذلك المسعى يقدر على شراء ربطة خبز. ودمتم حماة المستهلك. وفي جريدة ثورة أونلاين، كتبت الصحفية ابتسام ظاهر في صفحة التحقيقات تحت عنوان بعيدا عن التبريرات، فوهات مطرية مفتوحة حول المدينة الرياضية. جاء فيه: بعيون متسائلة يطوقها الاستغراب من كل جانب، نسأل عن أهم الدواعي والضرورات التي اقتضت هذا الاطمئنان البليد في ترك الفتحات والفوهات المطرية حول المدينة الرياضية بدون أغطية، ولا ندري ماذا نطلق على هذا التصرف، صفة التغافل أو التعامي. فالمؤسف إلى حد الدهشة أننا في هذه الأيام في وضع الحجر الطوعي، وتعتبر المدينة الرياضية وخصوصا بعد توقف جميع الأنشطة وممارسات الحياة العادية المحاطة بسياج سميك من الممنوعات حرصا على السلامة العامة، قبلة أهل اللاذقية للترويح عن أنفسهم ومزاولة الأنشطة الرياضية التي تراعي سياسة الابتعاد الاجتماعي والاستمتاع بطبيعتها الحبلة ببشائر الربيع. فوجهها هادئ ومطمئن كما العادة، ولكن لما يتم تعكير هدوئه وطمأنينته بهذه المشكلة المقلقة والتي تتمشى جنبا إلى جنب بامتعاض في صدر كل من قصد المدينة الرياضية ليبعد عن صدره شبح فيروس كورونا، وليصبح همه أثناء مشيه الخوف والقلق من أن تزل قدمه ويسقط في إحدى الفوهات أو الفتحات المطرية. مشاهدينا، لمعرفة المزيد حول واقع صيانة الفوهات المطرية في المدينة الرياضية، معنا عبر الهاتف المهندس يحيى درويش، مدير المدينة الرياضية في اللاذقية. يسعد أوقاتك. صباح الخير. يسعد أوقاتكم. صباح الخير. يا هلا بيك أستاذ يحيى. بداية، لو تحدثنا أكثر عن الإجراءات والتدابير اللي قمتم بها لتأهيل المدينة الرياضية في اللاذقية.
سيدتي، أولا بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا وعودة المخطوفين إلى ذويهم. نعم. المدينة الرياضية كما أشرت أن المدينة الرياضية هي المتنفس الرئوي في محافظة اللاذقية، لما تتمتع بإمكانيات ومقومات السياحة من حيث النسيج الخضري، من حيث وقوعها على شريط ساحلي سياحي. نعم. المدينة الرياضية كمان بفترة من الفترات هي استقطبت الأخوة المهجرين لمدة 3 أو 4 سنوات ضمن المدينة الرياضية، كانوا متواجدين ضمن كافة الأقسام والمنشآت في المدينة الرياضية، ولكن بعد عودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة بفضل همم وسواعد الجيش العربي السوري، اتخذ قرار بإعادة تأهيل المدينة الرياضية وعودتها إلى رونقها الأساسي كما عهدت عليه. بداية التأهيل كانت اتخذت من الأقسام والمنشآت اللي موجودة بالمدينة الرياضية، بدءا من الاستاد للموقع العام للصلاة، مثل ما بتعرفوا انه المدينة الرياضية فيها منشآت رياضية تستقطب وتستوعب كافة النشاطات الرياضية. بالنسبة للمدينة الرياضية أعمال التأهيل بعد ما بلشنا من الاستاد الرئيسي تقريبا صار بمراحله الأخيرة النهائية، يعني تقريبا إلى 99% من أعمال تأهيله. هلق يتم الانتقال إلى الموقع العام وأعداد الدراسات اللازمة لتأهيل الموقع العام بالإضافة لمجمع الصالات بالتتابع والتتالي لباقي الأقسام والمنشآت بالمدينة الرياضية. هذا العمل ما زال مستمر فيه، والدراسات ما تزال يعني نقوم بالوقت الحالي بإعداد الدراسة اللازمة للتأهيل خلال العام 2020. من ضمن الأعمال هي الملاحظة اللي أشرت إليها، هي أعمال فتحات الفوهات المطرية، فوهات الصرف الصحي اللي موجودة ضمن المدينة الرياضية وخارج سور المدينة الرياضية، هذا بالتنسيق مع مجلس مدينة اللاذقية. يعني ذكرت أنه موضوع الصيانة، يعني لماذا لم يتم يعني وضع هذا الموضوع بالاعتبار ولا زالت مفتوحة حتى الآن بحسب ما جاء في تحقيق في جريدة البعث؟ سيدتي نحن عملنا جرد لهالأعمال هاي الموجودة للفوهات اللي موجودة على خارج سور المدينة الرياضية، وخاصة بالمنطقة الموازية لطريق الشاطئ. أنا شفنا محلات فيها فقدان، فيها الأغطية مفقودة، هي الأغطية من الفوهات المطرية باتجاه القناة الرئيسية. هاي الفوهات فعلا هي مشكلة، يعني نعاني منها بالنسبة خاصة بهالفترة، الناس مش يعني ممكن يا أخي حدا مو منتبه يعني يتعرض لحادث مثلا. لكن نعم. هذا الحكي نحن مهتمين فيه، ونحن بدنا عم ننسق مع مجلس المدينة لنشوف نحن كيف بدنا نأمن هالفوهات. هلق على أساس كنا بدنا نعمل صبات بتوني، بس ما بتعطي النظام الأساسي كون مادتهم هي الفونت. الفون نحن بإذن الله بالقريب العاجل راح نحل لها المشكلة، ونحن يعني أنا بشكرك على تسليط الضوء على هذا الموضوع. نعم، يعني فينا نعتبر أنه الحل حيكون بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية، بالتعاون مع مجلس المدينة، وأنا يعني من اليوم أنا بدي أشتغل على هذا الموضوع، مشان لأنه أنا انتبهت عليه وبعتبره مشكلي طبعا. يعني فعلا هو مشكله حقيقيه، خاصه يا اخي الناس مثلا عم تمشي رياضه، عم تطلع الرياضه ضمن هذا الطريق، وهو يعني يعتبر عباره عن ترك رياضي. هو منطقة حيوية كونه متنفس لكل أهالي اللاذقية. لكن خاصة هلق بأوضاع الإجراءات الحظر وكذا، في نعم. أوقات السماح العالم عم تطلع تتنفس وكذا، فنحن بدنا نأمن الراحة الكاملة للأخوة المواطنين بالنسبة لهالموضوع، ونحل أي مشكلة تشكل عائق لحركة المسيرين ضمن المناطق اللي أشرتوا إليها. فإذا بنعتبر أنه هذا الموضوع رح يكون قيد الحل في القريب العاجل طبعا، إن الله رأت. بالإضافة لهالشيء هذا رح تكون المدينة الرياضية تعاد إلى رونقها الأساسي، ورونقها الرونق اللي بنت عليه المدينة الرياضية من العام 87 بإذن الله، يعني إن شاء الله تكون الأمور أفضل ونحو الأفضل. نعم، نأمل ذلك. خبرنا أستاذ يحيى لو سمحت عن المشاريع المستقبلية للنهوض بالمدينة الرياضية طبعا، وتحسين الخدمات لتكون أجمل وأبهى كما ذكرت. تماما. هلأ بالنسبة للمدينة الرياضية هلأ في عنا شغلة، هلأ نحن المرتادين للمدينة الرياضية كانت بفترات قبل الحظر. نعم. كانت تعطي أعداد كبيرة كانت تدخل على المدينة الرياضية كزوار ومرتادين للمدينة الرياضية. كانت المشكلة إن كنا عم نعاني منها هي تأمين الخدمات الصحية.
الخدمات الصحية للناس اللي موجودين ضمن الموقع الآن. هلا بالفترة الحالية تم تأهيل 5 وحدات صحية موجودة موزعة بالموقع العام بحيث تخدم الأهالي والزوار والمرتادين المدينة الرياضية. هاي كناحية، بالإضافة لتأمين جلسات خاصة فيهم، يعني نحن نوجه الناس إنه تيجي تقعد ما تتناسر بشكل عشوائي بالمدينة الرياضية، ولكن نوجه وجهتهم نحن نوزعهم ضمن أقسام بالمدينة الرياضية بحيث نحن بهالحالة بنحافظ نحن على النسيج الخضري اللي موجود بالمدينة الرياضية، بنحافظ على اماكن مثلا صف السيارات بالمدينه الرياضيه، بما معناه يكون في اماكن محدده ليرتادوا الاشخاص ويعادوا فيها. هذا الموضوع سيدتي، هذا مهم. ليش؟ لانه انت عندك حدائق المدينه الرياضيه في جزء منها مروج خضراء، يعني اليوم اذا بتنطرق كثير راح تتعرض للاذيه. اما في مناطق خاصه النسيج العمراني بالمدينه الرياضيه والنسيج الخضري والنسيج الموقع العام، في مناطق مخصصه لهالشيء هذا، لصف السيارات، للناس الحركة المشاة ضمن المدينة الرياضية. نحن لازم نوجه هالشيء هذا، هون بنكون بنحافظ على النسيج الخضري بالمدينة الرياضية، وبنحافظ على الخدمات اللي موجودة بالمدينة الرياضية، وبنأمن الخدمة للزوار بحيث انه يكونوا هن مأمنين متطلباتهم ضمن المدينة الرياضية بشكل كامل. هاي بالنسبة للنواحي الخدمية. بالإضافة لهالشيء بتعرفي كمان نحن عم نعمل صيانة للمرشات بالمدينة الرياضية، لخطوط السقاية الموجودة بالمدينة الرياضية، بالإضافة في المرحلة القادمة بدلوعات تزفيت المدينة الرياضية بشكل كامل مع رؤية معمارية وعمرانية تنسجم مع الواقع الحالي للمدينة الرياضية. هذا شيء مهم، لأن اليوم هذا النسيج ما بيصير ينلعب فيه بطريقة تنافي الواقع اللي موجود ضمن المدينة الرياضية، الواقع المعماري ضمن المدينة الرياضية. بالإضافة هلا تأهيل الصالات، تأهيل الأقسام الرياضية، لأن تعرفي قلة المدينة الرياضية هي الرياضة. الرياضة كمنشآت رياضية هي إعداد كوادر رياضية تكون يعني خلينا نقول يعني شو بدنا نسميها، النافس بالرياضة على مستوى المحلي والعالمي والعربي. فالمدينة الرياضية لازم تكون جاهزة على تأهيل هذه الكوادر الرياضية. نحن عم نشتغل عليها، وهلأ في المرحلة هاي بدنا نبلش بالصالات، وعم نبلش بالمجمع المسابح. إن شاء الله خلال 20 يوم راح تشوفوا مجمع المسابح بحلة جديدة بفضل دعم القيادة الرياضية. القيادة الرياضية عم تعطينا زخم كبير بالنسبة لإنجاز أعمال، ولكن وفق معايير الجودي. هذا الجودي مهم، يعني ما نشتغل ونرجع نعيد شغلنا. تمام، هذا الموضوع المقصد. مهم بالنسبة لنا. نعم، يعني أكيد مثل ما ذكرنا هي المدينة الرياضية يعني متنفس لجميع أهالي اللاذقية، يعني دائما نحن نتمنى تكون بأبها يعني أبها حلة لإلها، تكون فعلا هي مقصد مريح للجميع. بس أشير لنقطة، أنا بتمنى من الأخوة المواطنين والأخوة الزائرين للمدينة الرياضية، نحن عم نأمل لنا الراحة والخدمة وأي شيء بيتطلبوه بالمدينة الرياضية، بس إنه المحافظة على الخدمات اللي موجودة ضمن المدينة الرياضية، عدم العبث بالمرشات، هالأمور هاي يعني هي بالنتيجة آخر شيء هي لها الناس، هي لخدمة الناس طبعاً. لخدمة الناس، يعني نحن هذا بنطلبه يعني من الأهالي. شو يعني، ونحن عم نأمن هلا كمان مشكور السيد المحافظ، من فترة زودنا بحاويات طماني فوزعناها نحن بالمدينة الرياضية، واستبدين يزودونا، فبحيث انه كل الناس تعرف يعني هاي الثقافة ننشرها والعالم تتعود عليها، يعني وبالنهاية تكون المدينة مؤهلة فعلا وهي مفتوحة، الأبواب مفتوحة لجميع الناس طبعا ليقضوا فيها أوقات ممتعة، خاصة في ظل هذا الحجر الصحي، هي مكان جدا مناسب لأهالي اللاذقية. أكيد يعني مشكورة جهودكم، بدي أشكر كمان مداخلتك والتوضيحات اللي أعطيتنا إياها المهندس يحيى درويش مدير المدينة الرياضية في اللاذقية، شكرا لك، وناطرين أكيد يتم حل كل هذه المشاكل اللي ذكرناها. إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لقناتكم الكريمة. يا هلا بك. يا أهلا. ونتابع مشاهدينا مع جريدة الفداء، حيث كتب الصحفي محمد أحمد خبازي في زاوية أعمدة الرأي مقالا تحت عنوان خلونا بالبيت جاء فيه.
دعونا نعترف أن الحكومة عملت ما عليها في مسألة الوقاية من فيروس كورونا باتخاذها سلسلة الإجراءات الاحترازية على كل المستويات وفي جميع الميادين والقطاعات، وأبرزها في مسألة الحجر الصحي وحظر التجول. ودعونا نعترف أن الأغلبية العظمى منا لا تتقيد بالحظر الطوعي، فبعيدا عن الشوارع الرئيسية ثمة تجمعات أمام البيوت والمحال، وثمة أراجيل وأباريق شاي ومتة ودلات قهوة، وثمة أولاد يلعبون ولا يدخلون منازلهم إلا بعد غياب الشمس، وثمة زيارات منزلية للجيران والجارات والأقرباء والأصدقاء. ويتابع الصحفي محمد أحمد خبازي مقالته بالقول: كثيرون منا غير مصدقين لليوم أن الكورونا موجودة عندنا وبالعالم، ويشككون بالأرقام التي تعلنها وزارة الصحة، وربما هم مقتنعون أن هذا الفيروس العابر للقارات والبلدان كذبة كبرى أو مؤامرة كونية أو انتقام ربة إعلامية ضخمة لتخويف الناس وإركاع الشعوب ونهب الدول الكبرى خيرات البلاد الصغرى. وباعتقادنا، مهما تكون آراؤنا واعتقاداتنا ومعلوماتنا ومهما كان هذا الفيروس، يجب علينا الالتزام بالإجراءات الحكومية الوقائية للتصدي لهذا الفيروس وحماية أنفسنا وأسرنا وأولادنا من خطره. ويختم الصحفي محمد أحمد خبازي مقالته بالقول: باختصار، خلونا بالبيت رغم انقطاع الكهرباء والتقنين الجائر، ورغم انعدام وسائل التسلية والترفيه، ورغم الغلاء الفاحش وعدم قدرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مواجهة كورونا التجار الذي عصف بنا، ورغم كل هذا النعيم الذي نعيشه، فكل هذا أهون مليون مرة من إصابة أي منا أو أي فرد من أفراد أسرنا بالفيروس لا سمح الله. فعندها لن ينفعنا ندم ولن يفيدنا تحسر، فخلونا بالبيت. ونختم مشاهدينا مع جريدة البعث والتحقيق الذي أجرته الزميلة الصحفية ميس بركات تحت عنوان: الطاقة الإيجابية للحفاظ على سلامة النفس والبدن جاء فيه. تكثر الهموم والمنغصات في حياة الناس سواء في هذه الأيام مع جائحة كورونا أو خلال سنوات الحرب التي حملت في جعبتها الكثير من المآسي والهموم والأحزان لكل عائلة سورية وتركت بصمتها على الوجوه، ولم يعد باستطاعة الكثيرين نشر الطاقة الإيجابية في يومهم والتي هي جوهر العطاء والنجاح في الحياة. فكيف نشحن جسدنا بالطاقات الإيجابية في هذا الجو المشحون رغما عنا بالطاقات السلبية؟ وما سبب الطاقة السلبية؟ وكيف نشعر بها؟ وكيف يمكننا تحويلها إلى طاقة إيجابية؟ مشاهدينا، للتعرف أكثر على موضوع الطاقة الإيجابية يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة سوسن حكيم، أستاذة الجامعية ومدربة التنمية البشرية. أهلا بك دكتورة. أهلا فيكم جميعا، يسعد مساكم وأوقاتك. بداية موضوعنا اليوم عن الطاقة الإيجابية، خلينا نتعرف بداية عن مفهوم هذه الطاقة الإيجابية، وأيضا من أين يمكن أن نستقي هذه الطاقة الإيجابية. نحن الطاقة الإيجابية لحتى نتابع حياتنا بشكل جديد. الحياة هي مجموعة مشاكل، مجموعة متاعب ومصاعب نحن المفروض نتأقلم معها. يعني دائما بنقول، مشان هيك كل مشاعر إيجابية بنقول إذا عندك مشاكل متاعب ومصاعب ابتسم، أنت على قيد الحياة، هيك الحياة صح؟ ودائما بنقول لما تشوفوا شخص على ما يبدو الاتصال غير واضح، في مشكلة، فاصل صغير وبنرجع. We'll be right back.
نعم دكتورة سوسن، نرحب فيك مرة ثانية. وكنا عم نحكي عن موضوع الطاقة الإيجابية، فخلينا نحكي أكثر عن هيدا مفهوم الطاقة الإيجابية، وأيضا من وين نحن بنقدر ناخذ الطاقة الإيجابية. مثل ما قلنا الطاقة الإيجابية نحن بنحتاجها لحتى نقدر نعيش حياتنا بشكل إيجابي مرتاح، ونتغلب على العقبات اللي ممكن تواجهنا. نعم. وقلنا إنه دائما بنقول إذا عندك مشاكل ومصاعب ومتاعب كل يوم بدك تتغلب عليها، ابتسم، أنت على قيد الحياة. تماما. هلأ نحن منين بدنا نجيب الطاقة الإيجابية بظل الإشكالات اللي عندنا بالحياة؟ كيف نتغلب على الأمور اللي بتواجهنا يوميا؟ هلأ في كذا شغلة بتفيدنا، من أهمها إنه أنا ركز دائماً على الحلول وليس على المشاكل. المشاكل هي جزء من الحياة وطبيعي إنه تكون موجودة. فأنا لما بركز على الحلول، مجرد معرفتي إنه في حلول فهذا بيريحني. بدنا نراقب دائماً أفكارنا وين عم تروح، عم تروح على السلبي ولا عم تروح على الإيجابي. الإنسان غالباً بطبيعته بيروح على السلبي. فأنا لازم أكون منتبهة، أقبض على الفكرة تماماً، أقبض على الفكرة السلبية وحول على الإيجابي. صحيح. دائماً أنا بقلهم التحكم بإيدك. كيف إذا معك أنت جهاز الريموت كنترول وعم تقلبي من قناة إلى ثانية على التلفزيون؟ نعم. نفس الشيء نحن لما بشوف حالي رايحة على شيء سلبي، بمسك الريموت وبشيل هالقناة السلبية وبحول على الإيجابية. نعم. البيئة المحيطة دكتورة سوسن قد ايه هي فعلا بتأثر على الشخص، يعني خاصة بموضوع الطاقة، قد ايه بنقدر نحن ناخذ الطاقة الإيجابية من البيئة المحيطة فينا؟ هلا البيئة المحيطة فينا إذا كانت إيجابية فشي كثير حلو ورائع. أما أحيانا بتكون البيئة اللي حوالينا سلبية، فما لازم هي تأثر علي، بالعكس لازم أنا أنعكس إيجابا على البيئة. وكثير مهم نحافظ على الأشخاص الإيجابيين اللي بحياتنا. دايما بيقولوا حافظ وكون موجود مع الأشخاص اللي يعطوك دفع إيجابي. نعم. اللي يعطوك أمل بالحياة. فدائما بنقول عاشر الإيجابيين الفعالين المتفائلين، لأنه هدول بيطلعوك لعندهم. السلبيين فهن بينزلوك لعندهم. تماما. خلينا نحكي اكثر عن الطرق اللي نحن من خلالها بنقدر نستقطب هيدي الطاقه الايجابيه، او خلينا نحكي بشكل اكثر يعني عن المولدات الاساسيه للطاقه الايجابيه بحياتنا. اكثر شيء بيعطيني الطاقه الايجابيه بحياتنا اني احس بالامتنان تجاه الاشياء اللي عندي. يعني هيك الشغلات الصغيره البسيطه كثير بتعطينا طاقه ايجابيه. يعني انه نحن هلا حاسين بس انه الحمد لله صحتنا كويسه، حاسين انه نحن بامان، ما لنا جوعانين، ما لنا عطشانين، اللي بنحبهم حوالينا. هذه كلها الامتنان لنعم الله سبحانه وتعالى الكثيره كثير بيعطيني طاقه ايجابيه. لان شكرتم لازيدنكم. نعم. وبالشكر تدوم النعم. تماما. هلا دائما بنقول اعملوا شيء ياخذكم بالاتجاه الايجابي. يعني مثلا الابتسامة ما بيخطر لك لما انت بتفيقي الصبح بتحطي حالك بحالة ايجابية وبتبتسمي، قديش نهارك كله بيسحب ان شاء الله ايجابي. لذلك بيقولوا الابتسامة هي نصف الطريق الى الحل. نعم. لو انت الصبح حسيتي حالك ما كثير على الحشيشة، حطي حالك بالحالة الايجابية وشوفوا قديه بتفرق معكم الحالة. حلو. ذكرتي لابد شد حالك بحالة سلبية. ممكن اسمع موسيقى مدحة، موسيقى حلوة، ممكن العب نعدل شوي من نمط الحياة، يعني نعدل شوي من حياتنا. بالضبط. خاصة انك ذكرتي يعني ببداية حديثك انه الانسان بيستقطب هيدي الطاقة السلبية، فنحن بهيدي الحالة بنقدر نحولها لطاقة ايجابية من خلال يمكن اشياء بسيطة بنقدر نحن نعملها بحياتنا. تمام. هالتفاصيل الصغيرة اللي ما بتخطر لك، يعني مثلا ريحة وردة طيبة، منظر نبتة حلوة عندك على البلكون،
شعورك انه انت الحمد لله بخير وبصحه جيده، مراقبتك لافكارك وللغتك مع نفسك ومع الاخر، هذا كله بحطك بطاقه ايجابيه كثير حلوه. اهم شيء حطي حالك بحاله التمكن. حاله التمكن انه ايه عندي مشاكل، طبيعي ما في حدا ما عنده مشاكل، بس انا عندي قدره على التعامل مع هذه المشاكل. نعم. بس تحطي حالك بحاله التمكن، شوفي انت الطاقه الايجابيه بتكون حلوه وبتساعدك. تمام. دائما يكون عندنا امل بغد افضل. خاصة هيدي يعني الأزمة اللي عم تمرق يعني خلفت كتير سلبية عند الناس، عم نلاقي كتير أشخاص تحولوا لأشخاص سلبيين بحياتهم، متشائمين أيضا، كيف بيقدروا يواجهوا هيدي القصة؟ يعني في ممكن يخضعوا مثلا لدورات معينة بيقدروا يحولوا من خلالها حياتهم، أو ياخذوا يعرفوا كيف ياخذوا الطاقة الإيجابية؟ لازم يكون في دورات بهذا الخصوص، أو بيقدر الشخص هو بحاله يدرب حاله على التفكير الإيجابي؟ لا، هو في دورات وفي مواقع النت وفي قراءات حلوة، في موسيقى حلوة، يعني انت فينك تطلبي مساعدة حدا وانت فينك تساعدي حالك. ودائما يكون عنا هالأمل، الله سبحانه وتعالى بيقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. خلي أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير، وأنه بكرة إن شاء الله أحسن. طبعا نحن ما بنعمل هالحكي وبنقعد قاعدين ناطرين نجده هيك تنزل بالباراشوت، لا اكيد ما هيك. انا بقوم وبشتغل وبتابع حياتي، الطلاب اللي عندهم دراسه يقعدوا يدرسوا، الناس اللي عندهم شغل بيقدروا يشتغلوا سواء من البيت سواء عم ينزلوا، يعني نحن بنقوم بواجبنا تجاه الحياه، ورب العالمين رح يكون معنا ويدعمنا. المهم نحن نعرف قيمه الشغلات اللي عندنا ونقول الحمد لله عليها، هذا رح يعطينا طاقة إيجابية كتير حلوة لنتابع حياتنا وتكون حياتنا كل يوم أحسن من اللي قبله بإذن الله. نعم، يعني نحن كثير نتشكرك على هذه جرعة الطاقة الإيجابية اللي أعطيتينا إياها من خلال هذه الكلمات. هلا بنتشكر أيضا مداخلتك معنا الدكتورة سوسن حكيم، أستاذة الجامعية ومدربة التنمية البشرية، شكرا لإلك. أهلا وسهلا فيكم جميعا، ميت هلا. يا هلا بيكي. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام برنامج اليوم من حبر المواطن، لاقونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.